هذا البرنامج برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عطاء بلا حدود. قاعة الملكة للأفراح والمناسبات طبرق، تجهيزات كاملة بأرقى وأفخر أنواع الأثاث. قاعة النساء، الراحة والانسجام تلقاها عندنا في قاعة الملكة بسعة مريحة تسعى لـ500 فرد. أجود وأفخم الاستعدادات تلقاها على كل طاولة داخل قاعة الملكة. قاعة الرجال، تجهيز كامل بتكييف وأحدث أنواع الصالونات الفخمة، تسعى العدد 1500 فرد داخل القاعة. للتواصل مع قاعة الملكة للأفراح والمناسبات يرجى التواصل معنا على الأرقام التالية أو زوروا موقعنا على صفحة فيسبوك قاعة الملكة للأفراح والمناسبات. عنواننا طريق مساعد جنب فندق الخليج. هات إيدك في إيدي يا ليبي وليبي، اليوم جبتوا الحرية من ابن بلادي. هيا هات ايدك في ايدي يا ليبي وليبيا، اليوم جبتوا الحرية من ابن بلادي. هيا هات ايدك في ايدي يا ليبي وليبيا، اليوم جبتوا الحرية من ابن بلادي. هيا علي قدرك فوق الراس وترابك غالي وينباس، عشنا فيك أجمل إحساس نفدوك بحب وإخلاص. علي قدرك فوق الراس وترابك غالي وينباس، عشنا فيك أجمل إحساس نفدوك بحب وإخلاص. فيك أولادي يا أرض أجدادي، نحبك يا بلادي يراك الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم، صباحكم مبروك، صباح التفاؤل وصباح العمل. تحيه لكل شخص ساعي في رزقه وعمله في الصبح على بركه الله ورزق الحلال. نشوفوا الشباب وكيفيه عملهم وشن دايرين، وهل في شباب واخدها ضياح ولا في شباب ساعيه في رزقه، وندردشوا كيف حلقاتنا السابقه. ما تمشوش بعيد فليش ما تبدا. مشاهدينا في كل مكان، ودخلنا للكافي داخل السبالة وشفنا مجموعة من الشباب والحاجة الله يحفظه، وخشتنا للكافي طبعا يعني نشوفوا الشباب اللي قاعدين في القهوة، يعني نتعرفوا عليهم ومن اللي يخدم ومن اللي ما يخدمش، وشنو الحياة شنو دايرين في حياتهم، والشباب اللي يخدم. نتعرف علي حضرتك استاذ عبد الله العريبي. منو؟ عبد الله العريبي. يطلع مرحبتين بك يا حاج، تعرف عليك. محمد البيجي، ده 4 شهور يجرب بصبرتات عياله، واحد منهم مريض ضرب جن. تو نجيك يا حاج نشوفوا موضوعك ونهدرزوا عليه، تعرفوا على باقي الشباب قبل. محمد درسي. احمد لاريب. وسام الغرياني. مرحبتين بكم يا شباب. بدايه نبدا بيك انت، يعني برنامجنا ليش ما تبدا يخص فئه الشباب، كيفيه كيف ان الشاب الليبي ان هو يعني مشاركته في بناء الدولة، شنو هل هو هل ان الشباب يعني تشوف الشباب ان هم يعني مقبلين على العمل، في شباب يشتغلوا في ظل الظروف اللي تمر بها بلادنا، او مثلا طياح وخلاص، وش الوضع؟ شو بتحكي لي علي روحك انت؟ والله يتيلي انت واحد من الشباب وشايف كل شيء بعينه، يعني نص الشباب اللي بين ما شاء الله كلهم سعيين، يعني تلقاه مسكين يخدم في عمل دولة، والعمل الدولة مرات
مش معطيته حقه، تلقاه مرتبه 300 جنيه 400 جنيه، كتر خيرهم كان داروا له 600 جنيه. وبيضطر انه هو بيخدم في عمل واحد اخر اللي هو زواج كهربائي، اي صاحب مهنه واحد اخرى بش هو يعيش بيها، وما يقدرش يبني بيه مستقبل. يعني حتى لو كانوا يقعد طول عمره يخدم، انه هو بيفكر انه بيدير حوش وبيدير سياره وبيدير اسره، ما يساعدناش الامور هذين. يعني حتى ابسط حاجه يمرض، عند حد يمرض ما في نفس الوقت، انه حتى هو كان صاحب مهنه نفس الكافي اللي انت قاعد فيه، تلقاه صاحبه شاب ليبي، ولما بيجي مسكين بيسترزق على حاله، تلقى صاحب المكان تقول مأجر له حوش ولا فيلا، عرف طامع فيه ومازال يفكر ان الدكان هذا اجار 1000 جنيه، بي هو جاك شاب ليبي بيخدم اي حاله مسكين، تندري اي ظروفه انت. لو سالتك سؤال، انت يعني شن تخدم انت؟ انت خريج ولا تخدم ولا؟ انا نخدم في شركه الكهرباء، ونخدم كيف الشباب طبعا، اللي يخدم اي سياره، اللي يخدم في عمل وحده. عندك حرفه تخدم فيها ولا تو في الصبح جيت خشيت انا تو الكافي ولقيتها قاعد، فيش تدير؟ الراجي في اسامه شيء ما عندي صين حوشي، اسامه كهربائي فهمتني. جيت الكهرباء حتى انت؟ لا، كهرباء شركه كهرباء في الدوله. ايوه. عندك حرفه تخدم فيها مثلا؟ سؤالي لك يعني، انت في وقت فراغ ايش تدير؟ هل تخدم ولا ما فيش عمل؟ لا لا نخدم، لا لا عندي عمل واحد اخر في قريه لسيل، وعندي نبيع ونشتري في السيارات، يعني الحمد لله، يعني واحد يتفتف على حاله ما قد شكي وخلاص، فهمتني. خدمت في شركه لويس، خدمت في الايدسي، خدمت في شركات بترول، أول مطلع البترول في 62، كحرسة الصحراء هذه أعرفها بالشبر كويس. واليوم راتبي 450 جنيه صفر، مرات نتسلف من برا، مرات نقطع الماكلة بكل مرة واحدة كويس. هذه واحدة. خدمت سواق مع الشركة سلينا، سواق راهب كبار، كناور وصبر كنور وغيره وماكو، ما فيش قرباعة جات الليبيا هنا وما مسكتها من الكراب بتاعت الصحراويات. مرض ولدي بصبرت، ما حصلتش دي 4 شهور ندور بوراقي. لبس عليه إن شاء الله. باي شو بيقول له؟ مش حد بحث فيه خلاص، تو قريب تسكر 80 سنة. قلت رحمة ربك اللي ما نطلبش رحمة من أي مسلم إلا من الله. عندك حد من الشباب متعين في الدولة يا حاج؟ لا، كلهم عمل خاص. عمل خاص، كلهم عمل خاص. أنت قلت لي خدمت سواق و سواق، ورقم الرخصة 3 بس، في 52 طلعتها من وانا عندي 14 سنة وانا نكحس، وين ما جاني الشركات قعدت نخدم برا ومعاش عطيب البال. يعني اعتمدت على روحك من وانت شاب، اعتمدت على روحك يا حاج. الحمد لله. شو تقول للشباب اللي مرقد يا حاج، اللي ما يخدم مرقد، ما عندهمش منو عم اي عمل؟ دقيقة، تو الدولة خلينا منها يا حاج، باي الدولة؟ الدولة يا سيدي ما عينتش ولا مثلا متعطلة؟ ما فيش. باي انت قال لك اهو 1% والباقي قاعدين، تعال في العشية تلقاهم مسطرسين يلا الملعب ولا في ها؟ لو ليش مثلا ما يصحى يا حاج ويمشي يسترزق على راسه؟ باهي اللي يدور يلقى. اسمع، انا ابقى صاحب محل مواد غذائية، نحط ليبي تو يسرقني، نمشي نجيب سوداني نحط. هذه عقلية غلط يا حاج، في شباب ما شاء الله راه. نمشي نحط واحد أخرى، نحط مصري. باهي. تمام، خلينا معاك. وين يا سويدي هذا؟ خبر ما جاء شباب هذا بكر. مدة الطليان يحكي لي حياة بوي. يلقوهم في الشارع 3 4 أنفار، يقول له تخدم؟ يقول له لا عطلان. يقول له هذه ورقة وعدي المطرح البلاني. ثالث مرة يمدوه صور غصبا عنه يخدم.
باهي حوايج الدولة تو أنت تشوف في وضعها وتشوف في جيشنا قاعد يقارع في رحاب والدولة مازال مستقرة إن شاء الله للأحسن يا رب. ولكن نحن يعني رسالتنا للشباب يعني معاك إن الدولة مفروض تهتم بهم، يعني هذا كلام مشروع وما فيش منا كلام. ما قلنا شيء لكن مشروع تهتم بهم وين؟ دولة تهتم بالبلاد اللي جانا من فوق ومن لوطة ولا جيب ولا يهتم بالشباب. شباب اسمع اللي ما يحكمش نفسه بنفسه ما ينفعش. نجي يقول له يا فلان عدي له المطرح فلان يخدم فيه، يقول لك ما ساعدنيش هذا معاش شوي ولا ما ساعدنيش، يبي يتسنقع كذا وخلاص. مش كلها تخدم راي، مش كلها تخدم، هذا حد لني. مشاهدينا الكرام، نحب نوجه رسالة يعني من خلال الحلقة في البرنامج إن الحاج يعني ربي يطول في عمره وربي يحفظه، ماسك أوراق جوازات جواز سفر ولده اللي يعاني فيه من فترة طويلة، يعاني من مرض نسأل الله الشفاء له، وللأسف يسعى في حصول على جواز سفر وإلى الآن ما حصلش. كيف ينهي قصة جواز سفر ولده في سن كبير الحاج الله يحفظه وساعي في ولده أنه هو يعالجه ويصبي على صحته. يعني نحن جايين على موضوع وهدرزنا مع الحاج، إن شاء الله يا حاج ربي يفرجها وإن شاء الله ربي يسهل لك. إن شاء الله بإذن الله فرج الله قريب إن شاء الله، اللهم أمين. مشاهدينا حنكملوا مع الشباب لكن بعد الفاصل. سؤالنا لك وبرنامجنا يعني تكلموا على فئة الشباب وبرنامجنا ليش ما تبدأ، يعني شوفوا مجموعة واجد من الشباب أو شريحة معينة هيك إن هي نقدر نقول إن هي سلبية شوية، تمام؟ عارفين إن الدولة إن هي مفروض تهتم بفئة الشباب وتلتفت لهم بالشكل المطلوب وإن الشاب لازم يكون روحه ويلقى عمله والدولة تهتم، ولكن يعني شوفوا في الشباب يعني عبهم مش على الدولة برغم الظروف اللي تمر بها الدولة، في اللي تلقاه يخدم أكثر من عمل ومسترزق ومتوسع وساعي في رزقه، الرزق الحلال طيب يا أخويا، أنت قلت لي تخدم معي تاكسي صح؟ ما فيش حرفة أخرى مثلا جربتها ما حتى 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 سنوات قبل الزيزة وقبل 2011، قبل 2011 كنت تخدم ولا تقرأ ولا؟ كنت نخدم في المحلات يا باص، نمشي للسوق العرب. تجي الواحد يدير لك 400 جنيه ويعتل عليك المحل كله ويخليك تسيب وني يعني ليبي في ليبي راهو صعب انه يستفيد للخير مثلا. ليش باهي ليش؟ شنو تشوف السبب؟ فهمتش، لكن لما يجي واحد غريب مصري سوداني يقعد يملسوا عليه ويسكنوا فيه ويديروا له كل العز. لما يجي ليبي يقعد يقول لك هذا ضروري نكرد عليه. مش نشوفوا في اصحاب شركات ومحلات يخدموا في شباب ليبيين في النموذج هذا في هيك وفي هيك. نقف اعلانات ونقعد نكلم ويقول لك ارجعنا يومين ثلاثه ونية من ساعي، يعني ما نقول لك من ساعي. شنو السبب؟ شنو السبب؟ والله يا نصيبه زي ما جاء رزق يجينا نخدم، فهمت؟ وتقدمت في كم حاجه نخدم فيها، مستشفى اي حاجه نظافه اني نخدم، ما نتحشمش. وسامع عصمت انا للامانه نعرفه صديق ونحمد ربي اني نضحت فيه، شاب مكافح شاب مثابر راجل يخدم على دراعه برزق حلال. وسامع هالقضيه هذه وبرنامجنا محور برنامجنا ليش ما تبدا، فكره البرنامج تكلم على فئه الشباب اللي هو مش مشارك في بناء دولته، يعني يقول لك الدوله ما دارت ليش عمل ما عينتنيش ما دارت ليش حلول والله اني قد راقد. وفي اللي تلقاه العكس، في اللي تلقاه قاعد يسعى ويخدم ومازال يقاوم في الحياه وقاعد مستمر في عطاءه. شنو تحكي لي على هالموضوع اسامه؟ والله هو انبسط بعد شاب يقول لك دوله مدرت النش ومقصره معانا وكذا، وني نحن عارفين ظروف البلاد وعارفين في شويه ازمات مزبوط ان شاء الله ربي يفرجها، بس في نفس الوقت الشباب هذوما انا نقول لهم بنتم شنو درتوا باش انتم تحلوا الازمه هذه. فبارك الله فيهم، هم في اللي اعطى حتى نفسه وروحه وشهداء وفي جرحى وفي مبتورين والكلام هذا كله نحن نعرفوه، بس في واحد تلقاه ما ناقصه شيء وقاعد قاعمز ولا شوكه ولا ني ويقول لك باه بكي، ما واحد يبدا بنفسه، فهمتني انت؟ وفي نفس الوقت يعني الدوله كان شباب راقدين معناها بترقد كلها، فهمت انت؟ فلازم الشاب هو اللي يبدا ولازم اقل حاجه يعني حتى بافكار بكذا وني مش لازم حتى مجهود وكذا، في ناس كي من ربي تنابله، فهمتني؟ فهذوما انا نقول لهم
يعني لازم تحرك روحك، لازم تشوف مصلحتك وكذا وني، وبعدين الله سبحانه وتعالى عسى يعبد ربك يعينك، فهمت؟ فلازم واحد يبدا ويشوف روحه وما يرقدش وما يقعدش وما يقعد سلبي، وبعدين في الاخير بكل حتى في الليل بعد بيرقد يقول انا اللي درته، فهمت انت؟ ف والحمد لله، وان شاء الله ربي يوفق الجميع اخويا باسل. الله يبارك سلمك اسامه. اسامه لو قلت لك نسبه ما نبوش نقوله الشباب السلبي، نسبه الشباب العاضل عن العمل ولا نقوله اللي هو مش ساعي، كم تقدرها لي مثلا؟ كيف تشوف؟ والله اللي عاطل عن العمل واللي مش ساعي، يعني السلبي قصدك انت معناه؟ لا نقصد السلبيه والايجابيه في الشباب، كم تقدرها؟ نسبة كم في الكم؟ والله الأغلبية إيجابية، لكن في ناس يعني متخرجين وبشهاداتهم وبجدارة تلقاهم يعني كذا وني، وتلقاهم 60 لأن توا يبحث على عمل، وفي ناس أنا نعرفهم شخصيا بشهاداتهم بشهادات مثلا بكريوس وكذا وني، في اللي عنده ماستير وما عندهش وين يخدم لأن توا أنا نعرف ناس كي فهمت فهذوما بكيف يصير تعدي حتى لأي مكان مثلا في الدولة، تقدم ملف غادي، تقدم ملف هناك، في اللي يقول لك هذا أعلى مني شاته وين بنحطه، وفي اللي خاف انه هو هذا يمسك مكانه، وفي فهمتني يعني حتى الدوله بروحها نحن يعني نلوم وناظر، فهمتني انت الناس المسؤوله وكذا وني، ومفروض الناس مسؤوله يديروا ندوه اثنين ثلاثه مش كلها مثلا يقول لك نبي نهدوا نبي نبنوا وكذا وني، يعني ليش ما يديروش ندوات يقولوا نبي نحلوا مشاكل الشباب هذوما. وين تخدم انت؟ نخدم في صندوق ضمان الاغراض تحول وانتاج زمان. مرتبات كم منين يجان اصلا؟ مرتباتنا يجان من كاينات من البيضة، قالوا لنا تنحولوا لك يا طرابلس انا وقريب 12 نفر. باهي برضه نحن يعني نقول يعني ان شاء الله الوضع يستقر، وبمبدا يد تبني ويد تحارب، يعني ان شاء الله يعني البلاد تستقر بحماة وطنها بالقوات المسلحة، ونبوا شباب ناضج وواعي فكريا، وان هو يعني يراعي هالظروف هذينا ويسعى برضه انه هو في رزقه. يعني انت انا كشاب قلت لي متعين وراتبك متعطل ودير حل لروحك وتخدم. لا الحمد لله هي، لكن في شباب في اللي ما يتحملش، فهمت علي؟ في اللي ما يعني كيف نقول لك مثلا قاعد عمله قاعد ومكانه قاعد في العمل بس ما ياخذش في الراتب بتاعه، فهمت؟ يعني شيء مأساوي الحق. أكيد الكلام هذا واقع وعايشينه وللأمانة ونشوفه فيه ونلمسه فيه، ولكن بل أنت اليوم تمثل النموذج الإيجابي أنك أنت ساعي. في اللي راقد يا خي في حوشة، شو تقول للي راقد هذا؟ والله اللي راقد هذا نقول له يعني الحق، يعني الشوكة منفعة حد، الشوكة اللي قاعدين نصبي فيها والنية منفعة حد، في النية بكل ما في حد بينفعك، يعني بيعدي صبي أشتغل أي حاجة مش مهم. في اللي قاعد ما شاء الله يشتغل على التاكسي يطلع في 30 جنيه 40 جنيه في اليوم، في اللي عاد يخدم اي ديليفري، في اللي يخدم في محل عادي عامل عادي، يعني ماشي الامور الحمد لله. هات ايدك في ايديا يا ليبي وليبيا، اليوم جبتوا الحريه نبنى بلادي هيا. قدرك فوق الراس وترابك غالي وينباس، عشنا فيك اجمل احساس نفدوك بحب واخلاص. عالي قدرك فوق الراس وترابك غالي وينباس، عشنا فيك اجمل احساس نفدوك بحب واخلاص. فيك اولادي يا ارض اجدادي، نحبك يا بلادي يا راك الله، لا هذا البرنامج برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، عطاء بلا حدود.
قاعة الملكة للأفراح والمناسبات طبرق، تجهيزات كاملة بأرقى وأفخر أنواع الأثاث. قاعة النساء، الراحة والانسجام تلقاها عندنا في قاعة الملكة بسعة مريحة تسعى لخمسمائة فرد. أجود وأفخم الاستعدادات تلقاها على كل طاولة داخل قاعة الملكة. قاعة الرجال، تجهيز كامل بتكييف وأحدث أنواع الصالونات الفخمة، تسعى العدد 1500 فرد داخل القاعة. للتواصل مع قاعة الملكة للأفراح والمناسبات يرجى التواصل معنا على الأرقام التالية أو زوروا موقعنا على صفحة فيسبوك قاعة الملكة للأفراح والمناسبات. عنواننا طريق مساعد جنب فندق الخليج.